الدستور العراقي كان صريح وواضح في المواد 54-55، والمادة 5 أيضا من النظام الداخلي حددت اختصاصات رئيس السن أو أكبر الأعضاء سنا بإدارة الجلسة، ترأس البرلمان، إشراف على انتخاب رئيس البرلمان، نائبيه، أداء اليمين. وطبعا بالتأكيد هذا الموضوع أيضا مرتبط بالأسماء التي تأتي من مفوضية الانتخابات بإشعار البرلمان بالنائب الأكبر الأعضاء سنا والاثنين الاحتياط الذين يأتون بعده. وطبعا تعرف جنابك القصة التي حصلت واضطرار الأمانة العامة للبرلمان في التصرف، يعني جعل رئيس السن هو أكبر الأعضاء من غير الاحتياط وأدار الجلسة. وطبعا هذا حصلت به اعتراضات، تعرفون، جهات متعددة. لكن بكل الأحوال مثلما يعني أشار خبركم أنه المتضرر هو يستطيع أن يلجأ إلى المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية بابها مفتوح وفق قانونها رقم 30 لعام 2005 وفق قانون المرافعات، بشرط توفر المصلحة وتوفر الخصومة وتقديم الأدلة. وبالتأكيد استاذنا قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة. طبعا يرتبط بهذا الموضوع أيضا موضوع آخر، هو موضوع الكتلة الأكثر عددا، أيضا فاتني أن أذكر أنها أيضا يعني يتم تقديمها بعد أداء اليمين، تقدم إلى الرئيس المنتخب وليس إلى رئيس السن. والسبب في ذلك أنه الرئيس المنتخب هو الذي سيتولى استراتيجية التحضير لانتخاب رئيس الجمهورية والإشراف على التصويت، أيضا هي وثيقة رسمية تقدم إلى السيد الحلبوسي. نعم. نعم سيد علي، بعد الترحيب بك ثانية، أساسا هل يحق للأطراف التي قدمت الطعن أن تقدم الطعن لجلسة مجلس النواب؟ يعني هم لم يحضروا، تغيبوا عن الجلسة، فبمعنى آخر هل هناك قيمة قانونية أساسا لردود الفعل الصادرة عن الإطار التنسيقي؟ هو ستنا كما قلنا، يعني المحكمة الاتحادية عندما تقدم لها الدعوة هناك مدعي، هناك مدعى عليه، هناك شروط في هذه الدعوة. طبعا لو رجعنا إلى المادة 93 من الدستور العراقي تقول المحكمة الاتحادية من اختصاصها البت في تنازع أو يعني التقاضي في تطبيق القوانين والفصل في النزاعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين، الأنظمة، التعليمات. وبالتأكيد يعني كما قلنا هناك مدعي مدعى عليه، هذا المدعي كما تقول المادة 93 يحق لذوي الشأن، لكل ذي مصلحة، لذوي الشأن، هنا يجب أن تتوفر المصلحة والخصومة. يعني السؤال الأول الذي تبحث عنه المحكمة هو ما هي مصلحتك في تقديم هذه الدعوة؟ إذا المحكمة وجدت أن هناك مصلحة تقبل الدعوة، وإذا وجدت أنه لا توجد مصلحة تردها من الناحية الشكلية. وهناك أمور موضوعية أيضا تتعلق بالأدلة، دائما البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وهناك أدلة يعني إذا كانت متوفرة لدى المدعي تقبلها المحكمة، وإذا كانت الأدلة ضعيفة غير متوفرة ترد الدعوة كما حصل في الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات. فالموضوع يعتمد على هذه المبادئ الأساسية في إقامة الدعاوى. وكما قلنا المحكمة الاتحادية تعمل في قانون المرافعات وقانون الإثبات. نعم. طيب يعني ربما الاعتراضات وتحفظات الأطراف المعترضة أستاذ علي هي على الإجراءات التي عقبت رئاسة المشهدان، عملية تنصيب رئيس سن بديل لرئيس سن أولي، هل كانت مشفوعة بمدى قانونية؟ نعم، هو الدستور لو رجعنا للمادة 54 أستاذ أحمد أشار إلى رئيس السن أكبر الأعضاء سنا، لكن طبعا بالتأكيد يعني هي أشبه بمباراة كرة القدم مع الفارق في التشبيه طبعا،
لابد أن يكون هناك حكم احتياط لحالات الطوارئ، الإصابة، المرض، الوعكة الصحية. يعني حقيقة هي سابقة، لم تحصل لدينا في الدورات السابقة أنه رئيس السن تم استبداله. لكن المفوضية عندما أعطت الأسماء الاثنين هي احتاطت لهذا الأمر. عندما اعتذروا كان التصرف برأيي هو يعني التصرف الوحيد الذي تقوم أو قامت به الأمانة العامة للبرلمان، وجيء بالرجل وأدار الجلسة. هو يعني حتى عمل أستاذ أحمد، عمل رئيس السن وهو لا يدخل في أمور جوهرية أو قرارات مصيرية كما تسمى، هو مجرد يشرف على انتخاب الرئيس بالورق، بالاقتراع السري المباشر بنصف العدد الكلي زائد واحد. أيضا هو يؤدي اليمين حال البقية، يعني ويستلم، يعني حتى لو استلم مسألة الكتلة الأكثر عددا ممكن أن يحولها إلى الرئيس الدائمي. بكل الأحوال يعني مسألة الكتلة الأكثر عددا أيضا هي صحيح موضع خلاف، لكن قرار المحكمة الاتحادية برأي رقم 25 هو فاصل في الموضوع. يعني هو يفصل لك أستاذ أحمد، يعني العفو، قرار 25 يقول من هي الكتلة الأكثر عددا؟ هي أما التي فازت ابتداء، يعني دخلت الانتخابات باسم ورقم مستقل وفازت فكانت الكتلة الأكثر عدد في الجلسة الأولى، أو التي تكتلت تجمعت مع غيرها فشكلت الكتلة الأكثر عددا في الجلسة الأولى. أيهما أكثر عدد هي التي سيكلفها رئيس الجمهورية فيما بعد بترشيح رئيس مجلس الوزراء؟ هذا هو النص الواضح. فمسألة حسابية، أيهما أكثر عدد، الرقم الحسابي الأكثر عددا هي يخرج منها رئيس مجلس الوزراء. يعني لا تحتاج إلى الكثير من الجهد، سواء قدمت إلى رئيس السن أو قدمت إلى الرئيس المنتخب، بكل الحالتين هي ستدمج. يعني طب سيد علي، هل من القانوني ألا تذكر الدائرة البرلمانية أو تشير حتى لأنه تولي المشهدان رئاسة الجلسة يأتي أيضا بالتزامن مع كونه مرشح أو مرشحتان لمنصب رئاسة البرلمان؟ هو صحيح، هذه يعني نقطة أثيرت من قبل بعض الزملاء يعني بها من الصحة القانونية الشيء، لكن يعني نعود إلى النقطة التي ذكرناها. هو بالأساس يعني من حق أن يرشح، يعني ليس دفاعا عن أحد، أتحدث وفق النقد الدستوري. يعني هو مثلا السيد محمود المشهداني هو من حق أن يرشح، وهكذا جرت الأمور أن يكون هو الأكبر سنا. يعني ماذا يفعل؟ يعني مثلا يعتذر مثلا؟ هو هذا ليس يعني برأيي ليس معيقا وليس عائقا أمام إدارة الجلسة، لأنه يعني حتى لو أدار الجلسة هو ما هو يعني شنو اللي راح يأثر على أنه هو مرشح؟ هو راح الأوراق تكتب من قبل النائب المنتخب، يكتب الورقة وتضع في الصندوق، يكتب الورقة وتضع في الصندوق، وبالنتيجة الفائز الذي يحصل على أعلى الأصوات حتى لو كان هناك تضارب. يعني هو أساسا يا أستاذ حلا مهمته مؤقتة طارئة تزول بزوال المؤثر. يعني هو لن يستمر ولن يتخذ قرارات، لن يطلب تصويت، وبالنتيجة تحصيل حاصل. يعني هو حتى لو أدار الجلسة للأخير راح تكون النتيجة هكذا، يعني الأصوات للحلبوسي ستكون كما هي والأصوات له ستكون كما هي، هو لا يستطيع أن يتلاعب بالأصوات. بالتأكيد هذا التضارب اللي يتحدث عنه البعض الزملاء ورأيهم محترم طبعا يكون في الأمور الثابتة المستقرة التي يعني في مثلا في منصب ثابت رسمي دائمي، لكن هذا منصب مؤقت طارئ يعني. نعم. فلا أرى به ضيرا أبدا يعني حقيقة. إذن الخبير القانوني السيد علي التميمي، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من إيضاحات.